بنين ستارز كانت ضيفة برنامج سارة الدندراوي على قناة العربية قبل يومين، وأثارت الجدل أنذاك بتصريحاتها، واللي من بينها كانت إجابتها ولأول مرة عن ما إذا كانت بعلاقة سرية تربطها بيوتيوبر، وأجابت بنين بلا. فهذا جاء من بعد الإشاعات الكبيرة اللي انتشرت قبل فترة واللي زعم فيها البعض على أنه تجمعها علاقة بأحمد النشيط، نظرا لكونهم في أغلب الوقت مع بعض وصداقتهم جدا قوية. شاركت أصالها الستوريات من حفلة عيد ميلاد ابن أختها سارة، وشاركت ستوريات ثانية عايدت فيها كل من أبوها وزوجها أنس وأب أنس بمناسبة عيد الأب، وشاركت هالصور القديمة مع بعض. قبل يومين التقت كل من نور ستارز وآياتي ببعض بأمريكا، حيث عم بيقضوا أغلب الوقت مع بعض. فقبل ما تغادر نور، فاجأتها آية بكيكة وحفلة بسيطة بمناسبة عيد ميلادها اللي حيكون قريبا جدا. بمناسبة تخطيها 5 مليون مشترك، نزل أسامة هالصورتين على انستغرام، واللي شكر من خلالها متابعينه وبارك له عدد كبير من اليوتيوبرز، من بينهم غيث مروان، أنس وأصالة، أحمد النشيط، ونور ستارز وغيرهم أكثر. وصرح أنه الفيديو تأخر زيادة عن اللزوم ورح ينزل قريبا، وحيكون مع عدد كبير من اليوتيوبرز اللي تحبوهم. نارين بيوتي ومن بعد مرضها قبل يومين وقلق المتابعين عنها، رجعت من جديد للتفاعل عن طريق ستوريهات انستغرام. مو بس نارين اللي كانت مريضة هالفترة، حتى اخواتها البنات سيدرا وشيرين اللي متواجدين بالسويد، وهذا كان سبب غيابهم عن السوشيال ميديا وتفاعلهم البسيط. اما غيث مروان فلساته مستمر بالعلاج نظرا لمشاكل على مستوى القولون، فمرة على مرة بيشارك ابديت جديدة بخصوص مرضه مع متابعينه، اخرها كانت هالستوريهات. سو انا من امبارح بالليل لبكره الظهر ممنوع اكل ولا اي شيء ابدا، لان بكره علي عمليه ولازم يكون جسمي كله فاضي هيك مهتري. فانا من غبائي شو عملت؟ رحت على المسبح.